السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في تالت فيديو في كورس الأوديتنج بعنوان شابتر 2 أوديت ريبورت. الأوديت ريبورت دوت من أهم مواضيع كورس الأوديتنج. طيب تعالى نسترجع كده، إحنا اتكلمنا عن إيه في الفيديوهات اللي فاتت؟ أول حاجة اتكلمنا وات إز ذا أوديتنج أصلا، اتكلمنا يعني إيه أوديتنج، بعد كده اتكلمنا عن الأشورنس سيرفيس، بعد كده اتكلمنا عن السي بي أي بروفيشن أو اللي هي مهنة المراجع نفسها وإيه الستاندرد اللي بنمشي بيها وعن كل التفاصيل ديت. هنا بقى هنتكلم عن الفاينل أوتبوت أوف أوديتنج بروسيس اللي هو أوديت ريبورت، وأهم حاجة في كورس الاوديتنج اللي هو الاوديت ريبورت. الاوديت ريبورت دوت اللي هو المراجع بيقول فيه رايه، في رايه الفني المحايد الاندبندنت يعني، عن الموضوع اللي بيعمل له اوديتنج، وبناء على رايه دوت الديسيجن ميكرز بقى هياخدوا الديسيجن بناء على الراي ده. طيب تعال نشوف هنتكلم عن ايه. هنتكلم اول حاجه عن الاوديتورز اوبينيون، وهنتكلم عن البنفيتس بتاعت الاوديتورز ريبورت، وهنتكلم عن الكونتنت بتاع الاوديتور ريبورت نفسه، وبعد كده هنتكلم بقى عن الاربع انواع بتوع الاوديتورز، وهم دولت يعني اهم حاجه عندنا في الشابتر. طيب تعال نبتدي. اول حاجه بيقول لك ان الاكسترنال اوديت ريبورت دوت از ذا مين برودكت اور اوتبوت اوف ذا اكسترنال اوديت. متفقين على كده؟ مفيش مشكله، متفقين على كده من شابتر 1 تمام. وبيقول لك معنى ان الاكسترنال اوديت عمل اوديت للفاينانشال ستيتمنت، معنى كده ان هو عمل بروفايد ريزونبل اشورنس، ريزونبل اشورنس على الفاينانشال ستيتمنت ديت. يعني ايه؟ اصبر هنقول دلوقتي تمام. وبعد كده الاكسترنال اوديتور دوت هيبقى ريسبونسبل لو في اي ايرور عندنا في الفاينانشال ستيتمنت، معنى ان هو عمل ريبورت للفاينانشال ستيتمنت يبقى كده خلاص هو مسؤول عن اي ايرور هيحصل بعد كده تمام. بعد كده الاكسترنال اوديتور بياكد لليوزرز ان الفاينانشال ستيتمنت ديت معموله وفقا للكريتيريا اللي هي الايفرس تمام، الايفرس او الجاب تمام، والسبجكت ماتر اندر اوديت ديت دي معناه اللي هو الموضوع نفسه اللي بيتعمل له اوديتنج، زي بنعمل اوديتنج للفاينانشال ستيتمنت، بنعمل ريفيو للفاينانشال ستيتمنت، بنعمل اوديت للانترنال كنترول، كل ده سبجكت ماتر بنعمل له ايه اوديت تمام. بعد كده بقى بيتاكد ان الفاينانشال ستيتمنت whether they are free of material misstatement ولا لا. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نبص كده. اول حاجه مصطلح reasonable assurance دوت معناه ايه؟ معناه good level of assurance but not 100%، it means CBA should provide highest level of quality. بمعنى المراجع مش هيضمن لك ان الفاينانشال ستيتمنت ديت صحيحه بنسبه 100%، لا. امال هو ايه دوره؟ دوره انه هياكد لك بس، يعني هيديك ريزونبل اشورنس، يقول مثلا ايه بنسبه 90% 95% مظبوطه تمام، لان طبيعي مش هيعرف يغطي مش عارف يغطي الفاينانشال ستيتمنت كلها، في تفاصيل كتيره اكيد مش هيعرف يوصل لها تمام. بس هو بيراجع بناء على البروفيشنال جادجمنت بتاعه، بيختار مواضيع معينه هو اللي بيعمل لها اوديتنج، وبناء عليه بيدي ريزونبل اشورنس عن الفاينانشال ستيتمنت. تاني يعني لما نقول الاوديتور عمل بروفايد ريزونبل اشورنس على الفاينانشال ستيتمنت، كده معناه ان هو ايه ادى هايست ليفل اوف كواليتي، بس مش 100%، يعني ما فيش حد يضمن لك 100% ان الفاينانشال ستيتمنت ديت صح. طيب مصطلح بقى فري اوف ماتيريال مس ستيتمنت ده كده كله على بعض، يعني ايه؟ اول حاجه فري اوف معناه نوت انكلود. طيب نوت انكلود ايه؟ نوت انكلود ماتيريال، ماتيريال ديت يعني ايه؟ يعني سمثينج امبورتنت تو ديسيجن ميكر. طيب وعكسها، عكسها ام ماتيريال يعني ايه برضو؟ نفترض مثلا دلوقتي الاوديتور عمل اوديت للفاينانشال ستيتمنت بتاع شركه جهينه، واكتشف والله الفاينانشال ستيتمنت بتاع شركه جهينه فيها سبيلنج ايرور، بدل ما هم يكتبوا اسيتس 2 اس كتبوا اس واحده، ده كده ايرور. طيب انا كديسيجن ميكر هل حاجه زي ديت هتفيدني في حاجه؟ يعني ليها لازمه؟ لا. هل انا مستني الاوديتور ريبورت علشان يكتب لي فيه الفاينانشال ستيتمنت فيها سبيلنج ايرور؟ لا. طيب دي بقى بنسميها ام ماتيريال. طيب لما يجي يقول لي والله احنا اكتشفنا ايرور في تلاعب في النت انكم، في الانكم ستيتمنت، بدل ما كان فيه لوس غير السيلز خلاه فيه نت انكم، لا ده بقى كده ماتيريال، وديت حاجه مهمه للديسيجن ميكرز وبناء عليها ياخد القرار بتاعه تمام. يعني اتفقنا كده الماتيريال ديت حاجه مهمه للديسيجن ميكرز، حاجه مهمه هناخد يعني بناء عليها هناخد قرار، اما الام ماتيريال حاجه مش مهمه بالنسبه لنا زي السبيلنج ايرور. طيب مس ستيتمنت ديت كلها على بعض يعني ايه؟ مس يعني احنا عارفين طبعا ان ستيتمنت ديت عارفينها، بس كلمه مس ستيتمنت دي بتيجي يعني كلمه ام اي اس دي كده لوحدها مس بتدي نيجاتيف مينينج للكلمه. طيب كلها على بعض كده بقى يعني ايه؟ يعني something wrong in financial statement such as error او fraud. على فكره في فرق ما بين الايرور والفرود، بس هنتكلم عنهم الشابتر الجاي. طيب يعني كان مصطلح free of material misstatement ده كده كله على بعضه معناها ببساطه ان الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي مظبوطه ما فيهاش اي ايرور، not include error. ماشي. طيب خلي بالك كلمة يعني free of material misstatement ديت و reasonable assurance يعني مكملة معانا، هنسمع طول ما احنا يعني طول ما احنا شغالين في كل سلايد هتلاقي كلمة free of material misstatement، طول ما احنا شغالين بنتكلم عن audit report لازم تلاقي كلمة free of material misstatement.
ايه بقى البينفيتس بتاعت الاوديتور ريبورت؟ اللي طبعا بيبقى فيه كوميونيكيشن ما بين اكسترنال اوديتور والانفستور، ودوت بيعمل امبروف للتراست. التراست طبعا الانفورميشن المتقدمه ديت اللي هو بيعتمد على ان احنا الانفستور بيعتمد عليه ان هو يقدر ياخد الديسيجن بناء عليها، تمام. وانكريز اليوزر كونفيدنس ان فاينانشال ستيتمنت. طبعا يعني اليوزر طالما شاف الاوديتور ريبورت قال ان هي فري اوف ماتيريال ميس ستيتمنت، خلاص ده كده ايه، امان. وبيخلي المانجمنت هما بيعملوا فاينانشال ستيتمنت يخلوا بالهم من كل حاجه، لان هما متاكدين ان الكلام دوت هيتراجع عليه، فلازم يخلي بالهم، تمام. وطبعا بيبقى في انكريزد الترانسبيرنسي او الشفافيه، لان الاوديتور دوت بيبقى اكسترنال، تمام، او اندبندنت عن الشركه اللي هو بيراجعها، او بيخلي الاكسترنال اوديتور يفوكس على مواضيع معينه يعمل لها اوديتنج، وده بيعمل انكريز البروفيشنال سكيبتسيزم بتاع الاكسترنال اوديتور. وعلى فكره مصطلح البروفيشنال سكيبتسيزم دوت قلنا يعني ايه في الفيديو اللي فات، وهقوله تاني. دوت البروفيشنال سكيبتسيزم دوت ببساطه اتيتيود السي بي اي شود بروفايد او ابلاي ديورنج الاوديتنج بروسيس. طيب ايه الاتيتيود دوت؟ ببساطه اللي هو الداوت او الشك، لازم يكون شاكك في كل الانفورميشن اللي الكلاينت بيقولها له. طيب الشك ده بينتهي امتى؟ بينتهي مع اصدار الاوديت ريبورت. طيب دي كانت ببساطه كانت بينفيتس اوف اوديتور ريبورت. تعال نشوف بقى الكونتنت اوف اوديتور ريبورت، ودي الكونتنت بناء على معايير المراجعه الدوليه او اللي هي الاي اس اي انترناشونال ستاندرد اوديتنج. ولو شفنا اي ريبورت هنا مثلا في مصر هنلاقي فيه اختلافات بسيطه، بس هتلاقي نفس الكلام يعني، لان طبعا ايه المعايير هتختلف من دوله لدوله. ولو تفتكر الفيديو اللي فات قلنا عن الاي اس اي ديت، دي كانت بتديك حاجه كده وانت بتشكلها، بس مش هقول الكلمه بقى عشان ما حدش يقول عليا فتطري زي ما حصل ساعتها. بس عامه كل دوله بتاخد الاي اس اي ديت يعني بتعمل تعديلات بسيطه عليها وبتفرضها عندها على المراجعين عندها في الدوله، تمام. تمام بكده بقى ال 11 كونتنت دوت بناء على الاي اس اي. تعال نمسكهم واحد واحد كده. اول حاجه الريبورت تايتل، بيقول لك في الريبورت تايتل لازم يكون في كلمة اندبندنت اهو، لازم يكون في كلمة اندبندنت. ليه؟ عشان بيقول لك كلمة اندبندنت ديت معناها ان الاوديتور كده انبايزد او غير منحاز في الريبورت دوت. تعال نشوف مثال كده. احنا هنتكلم في طول الفيديو يعني هنتكلم عن الاوديت ريبورت بتاع بنك الكويت الوطني او الان بي كي، وبتاع شركة جهينة برضه، بس اجل بتاع شركة جهينة، ماشي. خلينا الاول في بتاع الان بي كي. تعالى نجيب بقى الاوديت ريبورت. دايما الاوديت ريبورت بيبقى قبل الفاينانشال ستيتمنت، تمام. يعني اهو السيكشن دوت خاص بالفاينانشال ستيتمنت، اول حاجه عمل لك ريبورت اهو فين، ده السيكشن الخاص بالفاينانشال ستيتمنت، ماشي. قال لك شويه كلام بقى عن البورد اوف دايركتور مجلس الاداره ان هم عملوا فاينانشال ستيتمنت وشويه كلام كده عنها، تمام. بعد كده الاوديت ريبورت، بص بقى بعد الاوديت ريبورت بدأ بقى في الفاينانشال ستيتمنت فعليا اهو، القائمه الانكم ستيتمنت، بعد كده القوائم اهو الكومبرهنسيف انكم والفاينانشال بوزيشن والكاش فلو، ماشي. طيب خلينا احنا هنا في الاوديت ريبورت اهو. بص اول كلمه اندبندنت اوديتورز ريبورت، اندبندنت اوديتورز ريبورت زي ما اتفقنا هنا اهو، لازم يكون في ايه كلمه اندبندنت. طيب دي كانت اول حاجه. تاني حاجه اوديت ريبورت ادرس، بتكتب هنا بقى انت عامل الاوديت ريبورت دوت لمين، للستوك هولدرز ولا للمانجمنت ولا البورد اوف دايركتور ولا لمين بالظبط. يعني تعالى بص هنا اوديت اندبندنت اوديتورز ريبورت لمين، تو ذا شير هولدرز اوف ناشونال بنك اوف كويت الان بي كي اهو، ده الاوديت ريبورت دوت اللي هو الاندبندنت معمول للشير هولدرز بتاع الان بي كي. طيب كلام جميل، تعال نشوف اللي بعده. تالت سيكشن عندنا في الاوديت ريبورت بيبقى الاوديتورز اوبينيون. في السكشن دوت بقى الاوديتور بيقول الاوبينيون بتاعه عن الفاينانشال ستيتمنت فيه، تمام. طيب وبيتكلم عن ايه برضو؟ بيقول لك ايه هي اصلا الانتيتي اللي احنا بنعملها اوديتنج، ماشي، وايه الفاينانشال ستيتمنت اللي احنا عملناها اوديت، ايه الفاينانشال ستيتمنت نفسها. بيقولها اسم اهو، ذا تايتل اهو، ايدنتيفاينج ذا تايتل اوف ايتش كومبوننتس، بيقول على كل فاينانشال ستيتمنت، بالانس شيت، انكم ستيتمنت، كاش فلو، تمام. وساعات بيبقى في نوتس على بتبقى مكتوبه كده تحت الفاينانشال ستيتمنت، تمام، ممكن برضو يعني يحطها كريفرنس، وبيحط الديت او البيريود اللي هو راجع فيها الفاينانشال ستيتمنت. مثال بص هنا كده، قال لك ايه، وي هاف اوديت ذا كونسلايدد فاينانشال ستيتمنت، دي معناها القوائم الماليه المجمعه يعني كلهم مع بعض كده الاربعه مع بعض، تمام. بعد كده ايه قال لك راجعناهم امتى، فاينانشال بوزيشن اهو، قال لك اول حاجه ذا كونسلايدد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن اللي هي بالانس شيت، تمام. بعد كده الانكم، بعد كده الكومبريهنسيف انكم، الكومبريهنسيف انكم ديت اللي هو بيقارن السنه اللي فاتت باللي قبلها، بيبقوا اتنين جنب بعض كده، سوري السنه اللي بتاعت دلوقتي باللي فاتت. بعد كده تشينج ان ايكوتي، بعد كده الكاش فلو، وقال لك ان احنا رجعناهم امتى، يوم 31 ديسمبر 2020. ده ببساطه السكشن ده، لا ببساطه ايه، لسه اصبر، ده السكشن دوت اهم سكشن في الاوديت ريبورت عندنا. هل بس كده خلاص خلص؟ لا، تعالى بقى لاهم حاجه عندنا الاوبينيون نفسه. احنا عندنا اربع انواع من الاوبينيون او اربع انواع من الريبورت. اول حاجه ان كواليفايد اوبينيون اور ان موديفايد اوبينيون،
بعد كده كواليفايد اوبينيون اور موديفايد اوبينيون، بعد كده ادفيرس اوبينيون، بعد كده ديسكليمر اوف اوبينيون. ايه دول؟ هنتكلم عن كل واحده بالتفاصيل في الاخر، بس دلوقتي خلينا ناخد ايه نبذه سريعه كده عن كل نوع. اول حاجه خد الان كواليفايد اوبينيون ده كده او ان موديفايد اوبينيون، حطه في مترجم جوجل، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك راي غير مؤهل او تقرير غير مؤهل. بس الكلام ده غلط، ما تعتمدش على الترجمه الحرفيه، لان دوت بروفيشنال اكسبريشن، دوت مصطلح مهني، ده ما يترجمش. تمام؟ تعرف معناه؟ معناه بالعربي تقرير غير متحفظ، يعني معناه ان الاوديتور ما عندهوش تحفظات على الفاينانشال ستيتمنت دي، ما عندهوش تعليقات على الفاينانشال ستيتمنت دي، او ممكن نسميه تقرير مراجع نظيف. نظيف تمام، ده بنسميه كلين اوديت ريبورت. ومعناه برضو السي بي اي ما عندوش اي كومنت على الاوديتورز دول، سوري، او الفاينانشال ستيتمنت دول. طيب بيتكتب ازاي بقى عندنا؟ يقول لك ان اور اوبينيون ذا فاينانشال ستيتمنت بريزنت فيرلي ان اول ماتيريال ريسبكت، يعني معناه بيقول لك ان احنا كاوديتور من راينا ان القوائم الماليه ديت بتعبر بعداله ووضوح عن المركز المالي للشركه، ذا فاينانشال بوزيشن اوف ذا كومباني. ده اول نوع عندنا اللي احنا زي ما اتفقنا بنسميه ايه؟ تقرير غير متحفظ. طيب تعالى نفس الكلام برضو في الكواليفايد اوبينيون دوت او الموديفايد اوبينيون، وحطه في مترجم جوجل. كواليفايد اوبينيون هيطلع لك راي مؤهل او تقرير مؤهل. انت هتقول طبعا اه ده حلو كده، لا العكس، دوت عكس اللي فات، ده كواليفايد تقرير متحفظ. هل ده نقدر نقول عليه كلير كلير اوديت ريبورت؟ لا ما ينفعش، ده خلاص ما بقاش كلين، ده كده معناه السي بي اي عنده تعليق على الفاينانشال ستيتمنت ديت، السي بي اي متحفظ على الفاينانشال ستيتمنت ديت، شايف ان الفاينانشال ستيتمنت ديت فيها حاجه غلط. بس خلي بالك بقى، الحاجه الغلط ديت او الايرور الموجود في الفاينانشال ستيتمنت مش كبير قوي، يعني الايرور الموجود مش مؤثر في الفاينانشال ستيتمنت كلها. يعني مثلا السي بي اي بيعمل اوديت لشركه معينه، والشركه ديت عندها كذا فروع، تمام، ففي حصل مشكله في الشركه، ما خلوش السي بي اي يروح في فرع معين في الشركه، ما خلوش السي بي اي يروحه، فهو والله كده السي بي اي شايف ايه؟ ان القوائم الماليه كلها كده على بعضها اه ما فيهاش مشكله، تمام، بس عندنا تحفظ بقى ان احنا ما رحناش الفرع دوت. تمام؟ يعني اتفقنا كده ايه كواليفايد اوبينيون دوت بيبقى في مشكله في يعني في مشكله ما في الفاينانشال ستيتمنت، بس مش مأثره على الفاينانشال ستيتمنت ككل، ما زالت الفاينانشال ستيتمنت ككل بتدي ايه؟ بريزنت فيرلي، اه بريزنت فيرلي ان اول ماتيريال ريسبكت. بس بص دي بقى اكسبت فور، اكسبت فور، تقوم حاطط بقى النوتس بتاعتك، مثلا والله دي احنا غيرنا طريقه الجرد بتاعت المخزون، غيرنا طريقه الديبريشيشن، غيرنا من فايفو للايفو، ولسه طبعا هنتكلم عن كل الكلام دوت بالتفاصيل. طيب تعال نشوف تالت نوع اللي هو الادفيرس اوبينيون. الادفيرس اوبينيون دوت بقى اللي هو التقرير السلبي او العكسي، ده معناه ان خلاص بقى في مشكله كده في الفاينانشال ستيتمنت، وهي نوت بريزنت فيرلي. هنا بقى في تلاعب في الفاينانشال ستيتمنت، في غش في الفاينانشال ستيتمنت، في ايرور في الفاينانشال ستيتمنت، ومؤثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها. تمام؟ طيب اخر نوع بقى الديسكليمر اوف اوبينيون، ده هو التقرير المراجع بالامتناع عن ابداء الراي. هتقول لي ايه ده؟ هو احنا جايبين اوردر علشان يعمل ريبورت يقول انا مش هقول رايي فيه؟ انا كده استفدت ايه؟ بس هو لا، هو في حالات لازم يمتنع عن ابداء الراي فيها، زي مثلا لو الشركه لو بيعملها اوديت دوت هو اصلا ليه اسهم فيها. تمام؟ مثلا في ناس من الاداره بتاعت الشركه قرايبه، مثلا في ناس ضغطوا عليه من جوه الشركه، عارف لما القاضي يقول لك واستشعر الحرج عن القضيه ديت وتنازل عن القضيه ديت، هنا برضو نفس الكلام. طيب تعال نبص كده على الاوديتور ريبورت دوت. ها بص كده، in our opinion the financial statement present fairly in all material respect. ها توقع ده كده انهي نوع؟ صح مظبوط، دوت اول نوع. تمام؟ اللي هو الان كواليفايد او ان موديفايد. لو كان مثلا ايه كواليفايد او موديفايد كان قال لك اكسبت فور، لو كان ادفيرس كان قال لك ايه ار نوت بريزنت فيرلي. طيب خلاص الاوديتور قال الاوبينيون بتاعه، تعالى لي بقى انت قلت الاوبينيون بتاعك دوت بناء على ايه؟ بيزس اوف اوبينيون. اهو بص بيقول لك ان الاوديتور بيتكلم في السكشن دوت عن الستاندرد بتاعت الاوديتنج اللي هو ماشي بيها، وبيقول لك كمان في السكشن دوت ان هو المسؤوليه بتاعته ان هو يعمل كومبلاينج للاي اس اي، اللي هو يطبق الاي اس اي ديت. تمام؟ وبيدي ريفرنس لسكشن اسمه اوديتورز ريسبونسبيلتي. الاوديتورز ريسبونسبيلتي دوت بيوصف هو بيعمل ايه بالظبط في الاوديتنج بروسيس. فهو هنا بقى بيقول ايه؟ بيقول والله احنا بنطبق الاي اس اي عندنا، وحتى ارجع بقى للاوديتور ريسبونسبيلتي شوف احنا بنعمل ايه
في الاوديتنج بروسيس. وفي السكشن دوت برضو بيتكلم عن ان هو اندبندنت عن الـ عن الـ من الانتيتي اللي هو بيعملها اوديتنج دوت ان اكوردنس ويز ريليفنت ethical ريكويرمنت اللي هي يعني اخلاقيات المهنه بتاعته ان هو لازم يكون اندبندنت، وان ديت ريسبونسبيلتي عليه ان هو يكون اندبندنت عن الشركه اللي هو بيعملها اوديتنج. ولازم كمان يقول ان الايفيدنس اللي جمعها كفايه اهو، the auditor has obtained it is sufficient and appropriate evidence to provide the auditor opinion. يعني لازم يأكد لنا ان هو جمع ايفيدنس كافيه كتيره، وبناء على الايفيدنس ديت خد الاوبينيون بتاعه. طيب تعال نشوف كده الكلام دوت هنا اهو. basis for opinion، قال لك احنا ماشيين بايه؟ بالانترناشونال ستاندرد ان اوديتنج الاي اس اي والريسبونسبيلتي بتاعته. ويرجع بقى للسكشن اللي هو الاوديتور ريسبونسبيلتي ان هو يقول الريبورت بتاعه بناء على الاي اس اي ديت. تمام. طيب واتكلم بقى برضو عن الايه الايزيكال ريكويرمنت بتاعته والكود اللي هو ماشي بيه. طيب ده كده كان البيزنس اوف اوبينيون. تعال بقى لحاجه اسمها جوين كونسيرن ايشيو. ببساطه الجوين كونسيرن دوت يعني ايه؟ اللي هو استمرار الشركه في نشاطها، او استمرار الشركه في ممارسه النشاط بتاعها. طيب معنى بقى ان الاوديت يتكلم عن الجوين كونسيرن عنده في الاوديت ريبورت، يبقى هو كده عنده شك حول ان استمرار الشركه في ممارسه النشاط بتاعها. ليه؟ والله الشركه عندها خسائر كتير قوي في الانكم ستيتمنت، الشركه عندها عجز في صف الكابيتال الوركينج كابيتال بتاعها، او اللي هو راس المال العامل. والله رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه اتقبض عليه، فيعني اتقبض عليه مثلا في قضيه رشوه ايا يكن قضيه ايه، فحاجه زي ديت هتاثر على الشركه طبعا. فانا شاكك بقى حوالين استمرار الشركه في نشاطها. طيب تعال بص، احنا عندنا ثلاث حالات في الجوين كونسيرن. عندنا اول حاجه ان الشركه عندنا او المانجمنت ما يفصحوش كل يعني ما يفصحوش بشكل كافي عن المشكله الموجوده في الشركه، ما يفصحوش بشكل كافي عن الجوين كونسيرن بتاعت الشركه بتاعتهم. يعني زي ما قلت لكم في خساره كتيره في الشركه، الشركه بتنهار، بس المانجمنت ما يعني ما قالش المشكله ديت. يعني بص بيقول لك بناء على الاوديتور جادجمنت، قال لك ان المانجمنت دوت ما استخدموش جون اوف كونسيرن صح ان ابروبريت. طيب في الحاله ديت هنديهم اني اوبينيون؟ هنديهم ادفيرس اوبينيون، هم كده عندهم غش، عندهم تلاعب في الفاينانشال ستيتمنت. وعلى فكره الجوين كونسيرن دوت ده مبدا في الاكونتنج، معناه برضو ان الاندنج بالانس عندنا في الفاينانشال ستيتمنت بتبقى بيجيننج بالانس بتاع السنه اللي بعدها، يعني يوم 31 ديسمبر 2021 دوت هيبقى اندنج بالانس بتاع الشركه ما. تمام. يوم واحد بقى في السنه اللي بعدها، يوم واحد على طول بعدها بيوم، هيبقى بيجيننج بالانس للشركه دي. ده معنى الجوين كونسيرن في الاكونتنج. طيب دي كانت اول حاله ان هو ايه ان ابروبريت جوين كونسيرن ايشو. طيب تاني حاله بقى، طيب تاني حاله بقى عندنا ان والله المانجمنت عندنا عملوا ابروبريت لجوين كونسيرن، قالوا كل المشكله، قالوا فعلا احنا عندنا مشكله، عندنا خسائر كتيره في الشركه، عندنا معاناه في مشكله ما عندنا في الشركه، الشركه بتنهار. تمام. طيب ايه بقى المشكله؟ ما خلاص هو قالوا كل حاجه فعلا. طيب بس والله بقى من وجهه نظر الاوديتور انت عملت والله اديك ديسكلوجر اللي هو افصاح كافي عن كل المشاكل اللي عندك، زي ماتيريال انسيرتي از ميد ان فاينانشال ستيتمنت، والله قلت كل المشاكل اللي عندك صحيح، بس بقى انا خايف من جوين كونسيرن ايشو دوت. طيب في الحاله ديت هتدي له اني قرار؟ هدي له برضه ان كواليفايد او ان موديفايد. مش قلنا النوع دوت اللي هو معناه كده ان الفاينانشال ستيتمنت صح مظبوطه ما فيهاش مشاكل؟ صح، ما هي مظبوطه كده، هو قال في مشكله، هو بس يعني كتلاعب في الارقام او حاجه، مفيش يعني الفاينانشال ستيتمنت مظبوطه وكل حاجه، هو في خساره. طيب الاوديتور ملوش دعوه، هو اللي ليه يعني الاوديتور عايزه بس ان الفاينانشال ستيتمنت ديت كل الانفورميشن فيها تبقى صح، ملوش دعوه بقى دي خساره او دي صح. تمام. بس بقى من الاوديتور ريسبونسبيلتي بتاعته ان هو لازم يتكلم عن الجوين كونسيرن ايشيو، يقول لك على الرغم من ان الفاينانشال ستيتمنت كلها مظبوطه وصح مفيش اي مشكله، بس والله انا قلقان، عندي شك حول استمرار الشركه في ممارسه النشاط بتاعها. تمام. في الحاله ديت بقى ايه؟ هيدي ان كواليفايد اوبينيون، ما هيضيف اكسبلاناتوري باراجراف او فقره تفسيريه في سيكشن مخصص بيها كده، وهيتكلم فيها ايه عن الجوين كونسيرن ايشيو، ويتكلم ايه المشكله بالظبط اللي هي يعني شايفها انها تاثر على الجوين كونسيرن بتاع الشركه. طيب تالت حالة بقى، تالت حالة ان في adequate disclosure بس مش كافي، مفيش افصاح كافي عن كل المشاكل اللي قابلتك في الجوين كونسيرن.
اديك disclosure about the material uncertainty is not made in financial statement. يعني على الرغم ان انت قلت ان عندك مشكله في جوين كونسيرن، الشركه بتاعتك بتخسر، الشركه بتاعتك بتعاني، بس برضو خبيت في حاجات، خبيتها ما قلتش كل حاجه عندك في الشركه. طيب في الحاله ديت هيبقى قدامك حالتين، يا اما تدي qualified opinion او adverse opinion. بناء عليها هتدي qualified او adverse بناء على حاجه اسمها materiality level. ايه الماتيرياليتي ليفل ديت؟ دي في سيكشن مخصص دلوقتي هنتكلم عنها. بسبب ببساطه انا عندي الاماتيريال ليفل وعندي الماتيريال ماتيريال ونوت بيرفيزيف، يعني مش بتاثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها. وبعد كده عندي بقى اخر نوع ماتيريال وسو بيرفيزيف، يعني عندي مشكله وبتاثر على كل القوائم الماليه عندي، ماشي. ولسه طبعا لسه هنتكلم عن الماتيريالتي ليفل ديت بالتفاصيل اكتر كمان شويه. وطبعا في حاله ان هو ادى دوت او دوت، لازم يتكلم بقى يقول في ايه، يعني يتكلم في السكشن دوت يقول ايه، يقول والله ان هو قلقان او مش قلقان، عنده دوت اهو، شاكك من الشركه ديت هتقدر تكمل في نشاطها كونتينيو از جوينج كونسيرن، تمام. والفاينانشال ستيتمنت ما فيهاش كل التفاصيل ديت، فاينانشال ستيتمنت دو نوت ادكوتلي ديسكلوز ذيس ماتر، ما قالش الموضوع دوت، الفاينانشال ستيتمنت خبت الموضوع دوت. طيب تعالى بقى لسادس حاجه عندي في الكونتنت اوف اوديتور ريبورت، كي اوديت ماتر. كي اوديت ماتر ده ببساطه الاوديتور عمل اوديتنج لايه بالظبط في الاوديتنج بروسيس بتاعته، او بناء على البروفيشنال جادجمنت بتاعه، اهو بناء على البروفيشنال جادجمنت بتاعه اللي شايف ان هو يستاهل ان هو يتعمل اوديت في الفاينانشال ستيتمنت في البيريود اللي هو ايه بيعمل لها اوديتنج فيه، والمواضيع ديت او الماترز ديت وير ادريسد ان ذا كونتكست اوف هيز اوديت الفاينانشال ستيتمنت، بتتقال برضه. يعني لازم يقول في الريبورت بتاعك ان انت، والله انا شايف بناء على البروفيشنال جادجمنت بتاعي انا شايف ان الشركه دي في السنه ديت عندها الجود ويل بتاعتها قلت، تمام، فانا عملت اوديتنج للموضوع دوت اعرف ايه المشكله اللي هنا، تمام. وطبعا يعني هو بيقول بس الموضوع اللي هو عمل له اوديتنج، بس مش بيقول الاوبينيون بتاعه على كل سيكشن لوحده. يعني هو يقول بس انا عملت اوديتنج عن كذا وكذا وكذا، بس ما يديش اوبينيون. يعني مثال كي اوديت ماتر، طبعا هنا مفيش جوين كونسيرن، مفيش مشكله خاصه بالجوين كونسيرن، فما حطش السيكشن دوت، تمام. هنا بقى في كي اوديت ماتر قال لك بص، نفس الكلمه اللي كانت هناك اهي بالظبط، نفس الكلمه كي اوديت ماتر ازوز ماتر بروفيشنال جادجمنت لخ 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 لخ، تمام. بص بقى ديت بناء على بروفيشنال جادجمنت بتاع الاوديتور، شايف ان والله الموضوع ديت هو اللي عمل لها اوديتنج، هو ديت المهمه. كريدت لوس ان لون، عنده لوس في اللون. وتاني حاجه طبعا اتكلم بقى عنها بالتفاصيل، ماشي، بس ما اداش اوبينيون، اتكلم تفاصيل بس. وبعد كده environment of goodwill and other intangible assets اللي هو الجودويل بتاعته قلت، تمام. وعمل اوديت يعني بناء على professional judgment بتاعه، هو شايف الموضوعين دول شدوا انتباهه وعايز يعمل لهم اوديتنج. الاوبجكتيف بقى بتاع الاكسترنال اوديتور دوت، اول حاجه يعملها عشان يبتدي اوديتنج لازم يحدد بقى الكي اوديت اسبكت، يحدد بالظبط هيعمل اوديتنج لايه بالظبط، تمام. ولازم بقى يعمل كوميونيكيتنج للكي اوديت اسبكت دوت او الماترز ديت للاكسترنال يوزرز. ليه؟ علشان يزيد الترانسبيرنسي او الشفافيه بتاعه الاوديتنج بروسيس، وان برضو اليوزرز يعني يلفت انتباهه لحاجات هو ممكن ما يكونش واخد باله منها، ماشي. طيب سيكشن بقى مانجمنت ريسبونسابيلتيز دوت بيقول ايه ببساطه. بص انا اسالك سؤال كده، هو بريبير فاينانشال ستيتمنت عندنا في الشركه، ها مانجمنت، طيب، واستابليش انترنال كنترول اللي هو نظم الرقابه الداخليه عندنا في الشركه، المانجمنت، طيب، مين المسؤول عن جوين كونسيرن ايشو عندنا في الشركه؟ برضه المانجمنت. شفت كده الثلاث حاجات ديت، البريبريشن فاينانشال ستيتمنت والانترنال كنترول والجوين كونسيرن، عندي في الاوديتور ريبورت بقول ان المانجمنت هو المسؤول عن الثلاث حاجات ديت. طيب ما هي معروفه طبعا اللي بيعمل فاينانشال ستيتمنت المانجمنت والانترنال كنترول والجوين كونسيرن. طيب انت بتقول لي كده ليه في الاوديت ريبورت؟ لان طبعا مش شرط كل اليوزرز اللي هيقروا الاوديت ريبورت دوت يكونوا فاهمين بيزنس، ما يعني ممكن يكون فاكر الاوديت ريبورت دوت مراجع هو اللي بيعمل اصلا فاينانشال ستيتمنت، فانا لازم انبه كده اللي بيقرا ان والله الفاينانشال ستيتمنت ديت اللي بيعملها المانجمنت، والمانجمنت برضه هو المسؤول عن الانترنال كنترول، اللي هو الانترنال كنترول دوت اللي هو اصلا بيعمل بريبيرنج للفاينانشال ستيتمنت، هو الانترنال كنترول دوت اللي بيطلع الفاينانشال ستيتمنت، تمام. والمسؤول برضه عن الجوين كونسيرن وان هو يعمل اديكو ديسكلوجر للجوين كونسيرن، ماشي. يعني بص كده responsibilities of management، اقرا كده الكلام اللي هنا، هيقول لك ان management is responsible for preparation and fair presentation of consolidated financial statement in accordance with IFRS، وهيقول لك برضه ان هي مسؤولة عن internal control اهو، وهيقول لك برضه انها مسؤولة عن going concern issue، وتعمل disclosure بطريقة صح يعني ومظبوطة. طيب
ده كان سيكشن مانجمنت ريسبونسابيلتيز. طيب تعال نحدد بقى الريسبونسابيلتيز بتاعتنا احنا كاوديتورز. طيب احنا ببساطه كاوديتورز مسؤوليتنا اول حاجه ان احنا ندي ريزونبل اشورنس، ريزونبل اشورنس، واشرح يعني ايه ريزونبل اشورنس في السيكشن دوت برضه. طيب والله تمام. ايه الريسبونسابيلتيز الثاني اللي عليا؟ ان انا اشوف واعمل ايفاليويت واديكوسي للاكونتنج بوليسيز اللي موجوده عندي في الشركه، الشركه اللي بعملها اوديتنج يعني. طيب تمام. مسؤوليتي ايه تاني؟ مسؤوليتي ان انا اكتشف المس ستيتمنت اللي ممكن تبقى عندي في الفاينانشال ستيتمنت. خلاص تمام. مسؤوليتي ايه تاني؟ ان انا اعمل اندرستاندنج وايفاليوشن للانترنال كنترول. انترنال كنترول يعني نظم الرقابه الداخليه اللي عندي في الشركه. بص هو مصطلح الانترنال كنترول دوت انا يعني انا بقوله كتير عشان تكون فاهمه، بس يعني المصطلح ما يعديش عليك كده وخلاص. هو معناه ايه ببساطه؟ معناه اللي هو الطرق او الاساليب اللي الشركه ماشيه بيها عشان مثلا تحمي الاسيتس بتاعتها، علشان تعمل او تطلع انفورميشن صح تتحط في الفاينانشال ستيتمنت. مثلا السياسات الاداريه اللي عندنا جوه الشركه بتعمل اشورنس للانفورميشن، انفورميشن اللي بنحطها في الفاينانشال ستيتمنت عندنا. تمام. هي المسؤوله اصلا من الاول عن الفاينانشال ستيتمنت، هي الانترنال كنترول ديت هي اللي بتطلع الفاينانشال ستيتمنت. فانا عليا بقى افهم النظام اللي ماشي في الشركه، ايه الطرق اللي ماشيه بيها الشركه، ايه الاساليب اللي الشركه ماشيه بيها عشان تطلع الفاينانشال ستيتمنت. تمام. بعد كده بقى والله اشوف الاكونتنج بوليسيس اللي انتوا شغالين بيها هل طبقتوها صح ولا لا. هنا عرفنا ايه البوليسيس اللي هم ماشيين، يعني ايه هي اصلا الطريقه اللي ماشيين بيها. هنا بقى نشوف هم ماشيين بيها صح ولا لا. بعد كده اشوف الجوين كونسيرن، اتكلم عن جوين كونسيرن. بعد كده اشوف بقى الاوفر اول برزنتيشن والكونتنت بتاع الفاينانشال ستيتمنت. بعد كده اقول انا بعمل كوميونيكيت مع بورد اوف دايركتور، مع الاوديت كوميتي اللي عندي. الاوديت كوميتي دي اللي هي بتبقى جوه الشركه يعني، او اللي هو الانترنال اوديتور، ده مختلف طبعا عن الاكسترنال اوديتور. واتكلم بقى عن السكوب بتاع الاوديت انجيجمنت، واتكلم عن الاكسترنال اوديت بيريود، واتكلم عن كل الحاجات ديت في سيكشن اوديتور ريسبونسبيلتي. طيب تعال نشوف كده الكلام اللي بنقوله دوت صح ولا ايه. بص كده سيكشن اوديتور ريسبونسبيلتي دوت اهو قال لك ايه، ان احنا والله كاوديتورز علينا ريسبونسبيلتي ان احنا نعمل اوبتين ريزونبل اشورنس وذر ذا فاينانشال ستيتمنت are free from material misstatement ولا لا. طيب يعني ايه، يعني ايه reasonable assurance ديت؟ انا كواحد دلوقتي ما فهمش auditing، هاجي اقرا الريبورت دوت مش هفهم يعني ايه reasonable assurance. اشرحها لي اهو. reasonable assurance is a high level of assurance but not guarantee that the لخ كل الكلام دوت. تمام. بناء بقى على البروفيشنال جادجمنت بتاعي او البروفيشنال سكيبتسيزم بتاعي، دي الريسبونسبيلتي بتاعتي كاوديتور، ان انا اتاكد ان الفاينانشال ستيتمنت ما فيهاش material misstatement، ما فيهاش اي ايرور، كل التفاصيل ديت، وان انا جمعت اهو اوبتين اوديت ايفيدنس سفيشنت، جمعت ايفيدنس كافيه. تمام. وبناء على الايفيدنس اللي جمعتها ديت قررت ان الفاينانشال ستيتمنت ديت ما فيهاش ايرور. تمام. تاني حاجه فهمت اهو، عملت اندرستاندنج للانترنال كنترول عندي في الشركه. تمام. عملت شفت الاكونتنج بوليسيز اللي ماشيه عندي في الشركه. بص نفس الكلمه بالظبط اهو، يعني اهو بص نفس الكلام بالظبط، ايفالويت الابروبريتنس اوف اكونتنج بوليسيز and accounting estimates. تمام. اهي يعني بص هي بعد كده هنا اتكلم عن going concern ماشي. بعد كده اتكلم عن overall presentation و structure و content بتاع الفاينانشال ستيتمنت. بعد كده اتكلم ان هو جمع ايه evidence كفايه. وعلى فكره بص ماشي بنفس الترتيب كمان بالظبط. تمام. بعد كده قال بقى ايه، اتكلم عن السكوب بتاعه في الاوديتنج بروسيس، واتكلم عن شويه تفاصيل تانية اللي هي ايه كلها اللي خدناها هنا. تمام. ده كان سيكشن الاوديتور ريسبونسابيلتيز. بعد كده بقى اذر ريبورتنج ريسبونسابيلتيز. السيكشن دوت بقى بيقول لو انا عندي مثلا البلد اللي بعمل في اوديتنج فيها بتفرض عليا بقى ريسبونسابيلتيز تانية، زي هنا في مصر يقول لك في كوربت لو نمبر مش عارف 159 فور يير 1980. الصراحه ما فكرتش اشوف القانون دوت بيقول ايه، بس هو حاجات الدولة بتفرضها على الاوديتنج انه يعملها اوديت. زي هنا اهو الاوديتور عمل اوديتنج للمتطلبات القانونية ومش عارف التنظيمية بتاعت الشركة. تمام. دي اللي بنسميها ايه، اذر ريبورتنج ريسبونسابيلتيز. طيب بعد كده بقى سيجنتشر اند ادرس اوف سي بي اي فيرم. هنا بقى لازم ايه الاوديتور بعد ما يخلص السيجنتشر يمضي بقى الامضه بتاعته، ويوضح برضه طبعا اسم الشركه اللي عملت اوديت. زي بيقول لك ذا سيجنتشر ايدنتيفايز ذا سي بي اي فيرم، اللي هو غالبا بتوضح الفيرم نفسها اللي عملت اوديت. ليه؟ عشان ديت بعد كده هتبقى بروفيشنال ريسبونسابيلتيز بتاعتها. لو حصل مشكله بعد كده، لقينا اكتشفنا حاجه بعد كده مشكله في الفاينانشال ستيتمنت ديت، تعالى وريني بقى مين اللي عمل اوديت. فعشان كده ايه لازم السي بي اي فيرم تكتب اسمها والعنوان بتاعها كمان. City and state of the audit should always be indicated. تمام.
واخر حاجه بقى عندنا الاوديت ريبورت ديت. طيب تخيل معايا كده، احنا عملنا الفاينانشال ستيتمنت يوم 31/12/2019، وانا طبعا كنت متعاقد مع شركه مراجعه بتعمل لي المراجعه، تمام. كانت شغاله بقى كولكت ايفيدنس والشغل بقى بتاعها. المهم يعني خلصت شغلها كام، نفترض 30 يناير 2020، وقالت ايه، والله احنا خلاص خلصنا شغل في الشركه ديت، كولكت الايفيدنس وحددنا دولت ما عندهمش مشكله وهنديهم انكواليفايد اوبينيون، تمام، بس اركن كده الشركه ديت على جنب، وبعدين بقى ايه هنكتب الريبورت بتاعه وهنبعته لهم. عشان طبعا شركات المراجعه ديت ما بتعملش اوديت للشركه ولا اتنين ولا تلاته، لا ده اعداد كبيره قوي. ويسال حتى اي حد شغال في شركه مراجعه حازم حسن مثلا، يساله عن الفتره اللي هم فتره الشغل بتاعتهم ما بين شهر 12 شهر 4 كده، هيقول لك احنا ما بنروحش في الفتره ديت، في عندهم عملاء كتيرة قوي، تمام. طيب يوم 30 يناير خلاص خلصنا شغل واتفقنا ايه هنعمل ايه في الشركة ديت. جينا بقى بعديها باسبوع مثلا، يوم 5 فبراير، قلنا خلاص يلا بقى نكتب الريبورت وهنبعت لهم الشركة وكده ايه خلاص خلصنا شغلنا، تمام. تتوقع كده انهي تاريخ اللي هيتكتب على الاوديت ريبورت دوت؟ هل التاريخ اللي احنا خلاص كتبنا فيه التقرير وبعتناه لهم، ولا التاريخ اللي احنا خلصنا فيه شغل، ولا اصلا يوم 31 ديسمبر تاريخ الفاينانشال ستيتمنت اتعملت فيه؟ لا، في الحقيقه احنا هنكتب التاريخ اللي هو كان 30 يناير اللي احنا خلصنا فيه شغل الاوديتنج بقى، خلاص التاريخ اللي جمعنا فيه كل الايفيدنس، التاريخ اللي احنا خلاص حددنا هندي الشركه ديت اني اوبينيون فيها، تمام، اللي احنا بنسميه تاريخ اكتمال العمل الميداني او الفيلد وورك، او التاريخ اللي الاوديتور فيه عمل كومبليتد الاوديتنج بروسيجر فيه وجمع خلاص سفيشنت وابروبريت اوديت ايفيدنس بتاعته، تمام. يعني بص كده اهو، هنا قال لك ايه، يوم 26 يناير 2021 كويت طبعا عشان ده بنك كويتي، تمام. ودولت اسامي الشركات، ده دولت اسامي الناس اللي عملوا اوديتنج، يعني الامضه بتاعتهم بقى والختم بتاعهم، ودي الشركه اهي ماشي، وده طبعا العنوان ومش عارف ايه ده الصراحه يعني، بس ف عشان ناس، عشان شركه كويتيه فمش عارف احدد بالظبط دولت الشركه فين يعني من الناس دي، ماشي. فالمهم خلينا في التاريخ هنا اهو، يوم 26 يناير ده التاريخ اللي خلاص اللي الاوديتور فيه خلصوا الايفيدنس اللي بيجمعوها وحددوا اني اوبينيون هيدوا للشركه ديت. طيب التاريخ بقى ما بين 30 يناير اللي انا قلته وتاريخ 5 فبراير لحد احنا كتبنا الاوديتور دوت الاوديت ريبورت دوت وبعتناه، التاريخ دوت انا مش مسؤول فيه عن اي حاجه تحصل، الاوديتور مش مسؤول عن اي حاجه تحصل بره التاريخ اللي هو خلص فيه الاوديتنج بروسيس بتاعته، معلوش اي مسؤوليه من بعد التاريخ اللي هو كتبه، ماشي. وبكده هنكون خلصنا كونتنت اوف اوديتور ريبورت، تمام. تعال بقى حل الاسئله دي كده بنفسك، لو انت شفت لي فيديوهات البارتنر شيب او الكوربريشن دايما بعمل الموضوع دوت، فقلت ايه اعمله هنا برضو. وقف الفيديو وحل الاسئله دي بنفسك وحالا هظهر الاجابه. طيب تعالى بقى للتايب اوف اوديتور اوبينيون، واتكلمنا عن كل نوع منهم، تمام. طيب انا بدي بقى اوبينيون ان كواليفايد ولا كواليفايد او ادفيرس او ديسكليمر بناء على ايه؟ بناء على حاجه اسمها ماتيرياليتي ليفل. طيب ايه بقى الماتيرياليتي ليفل ديت اللي بدي بناء عليها الاوبينيون بتاعي؟ اول حاجه انا عندي 3 ليفل اوف ماتيريال. اول حاجه الام ماتيريال، الام ماتيريال ديت اتكلمنا عنها وقلنا اللي هو زي لما الاوديتور يكتشف سبيلنج ايرور عندي في الفاينانشال ستيتمنت، ده كده ايه ماتيريال، حاجه مش مهمه للديسيجن ميكر، حاجه يعني مش هتغير الديسيجن بتاعي، مش مهمه بالنسبه لي، تمام. تاني حاجه ماتيريال، بس ايه، بص، نوت اوفر شادو ذا فاينانشال ستيتمنت از هول، يعني مش بتاثر، ما اثرتش على الفاينانشال ستيتمنت كلها، ما زالت الفاينانشال ستيتمنت كلها مظبوطه، تمام. دوت ايرور بسيط يعني ما اثرش على الفاينانشال ستيتمنت، زي مثلا لما اغير طريقه الديبريشيشن بتاعتي من الدبل ديكلايننج ميثود لميثود ليونت او برودكشن يونت اوف ميثود، تمام، دي طرق ديبريشيشن، فطبيعي لما اغير من طريقه لطريقه هيحصل يعني اجباري لازم يحصل ايه فروقات كده ايرورز ما بين الطريقه دي والطريقه دي، تمام. بس والله الايرورز دوت مش مأثر على فاينانشال ستيتمنت، يعني ما زالت كل فاينانشال ستيتمنت ككل ما فيهاش مشكله، فخلاص ما فيهاش مشكله ماتيريال، بس نوت ماتيريال بات نوت بيرفيزيف، يعني مش مأثره على الفاينانشال ستيتمنت كلها. طيب تالت نوع عندي بقى
سو ماتيريال وسو بيرفيزيف. يعني عندي بقى والله مشكله كبيره، ماتيريال عندي في الفاينانشال ستيتمنت، وبيرفيزيف مأثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها. عندي ايرور في الفاينانشال ستيتمنت مأثر عليها كلها، عندي تلاعب، عندي غش في الفاينانشال ستيتمنت مأثر عليها كلها ومخليها نوت بريزنت فيرلي. طيب ايه بقى علاقه الماتيرياليتي ديت بالتايب اوف اوبينيون؟ اول حاجه نفترض دلوقتي انا اوديتور واكتشفت ايه ماتيريال، عندي سبيلنج ايرور في الفاينانشال ستيتمنت، انا كديسيجن ميكرز ده يفرق معايا في حاجه؟ لا، نوت افكتد. يوزرز ديسيجن انلايكلي تو بي افكتد، مش هيتاثر في حاجه، تمام؟ وطبيعي هدي له انموديفايد اوبينيون، اكتب له في الاوبينيون انا اكتشفت عندك سبيلنج ايرور؟ لا، ولا لا اي لازمه. طيب تمام، افترض دلوقتي انا اكتشفت ماتيريال، ماشي، والماتيريال ديت نوت بيرفيزيف، الماتيريال دي نوت بيرفيزيف، تمام، ما زالت الكل، ما زالت فاينانشال ستيتمنت ككل ار بريزنتد فيرلي، ما فيهاش مشكله، تمام. في الحاله ديت هدي له ايه؟ كواليفايد اوبينيون. هقول له ايه؟ ديت اللي انا لسه قايلها بتاعت الديبريشيشن. اقول له والله تمام، يعني انت فاينانشال ستيتمنت ككل بريزنت فيرلي، ما فيهاش اي مشكله وتمام، بس والله انا عندي تعليق بسيط على النقطه ديت. خلي بالك برضه على الفكره دوت، لان انا مش شرط عشان بغير من طريقه لطريقه يحصل ماتيريال عندي، ماشي، ابقول مثال يعني. بس زي في مثال برضه انا قلته في لما كنت بشرح كواليفايد اوبينيون، قلت لك ان الشركه اللي بنعمل لها اوديتنج عندها كذا فرع، وفي فرع منهم ما عرفناش نزوره بقى لاي سبب من الاسباب. في الحاله ديت ماتيريال، بس نوت بيرفيزيف، ما اثرتش على الفاينانشال ستيتمنت، صح؟ يعني بص، الماتيريال ديت بتتكتب ازاي في العربي؟ يقول لك والله احنا غيرنا الطريقه من كذا لكذا، بس لم يترتب على تلك الطريقه في نظره اللي هو الاوديتور يعني تشويه الحقائق في القوائم الماليه، يعني ما زالت الفاينانشال ستيتمنت كلها مظبوطه. طيب في حاله بقى احنا اكتشفنا هايلي ماتيريال وبرفيزيف على الفاينانشال ستيتمنت، عندي غش في الفاينانشال ستيتمنت، تلاعب اثر على الفاينانشال ستيتمنت ككل، في الحاله دي هدي ايه؟ ديسكريمر او ادفيرس، تمام. وعندي حاله لازم ادي فيها ديسكريمر اوبينيون اللي هي لاك اوف اندبندنس، لاك اوف اندبندنس بدي فيها ديسكريمر وماليش دعوه بالتايب اوف ماتيرياليتي او الماتيرياليتي ليفل، تمام. لاك اوف اندبندنس ديت او الديسكريمر دوت، يعني انا اديك مثال غريب شويه، اقول لك مثلا انا رحت اعمل اوديتنج لشركه واكتشفت ان مراتي عندها اسهم في الشركه ديت مثلا بنسبة 40% مساهمة في الشركة ديت، تمام. فأنا ما ينفعش أدي، لو أنا أديت مثلا أنا كواليفايد أوبينيون هيقولوا طبيعي لازم يدي الأوبينيون دوت لأن مراته من ضمن المساهمين بتوع الشركة، تمام. والله عندي حد في مجلس الإدارة قريبي، فأنا برضه ما ينفعش في الحالة ديت إيه، لازم أدي ديسكليمر امتناع عن إبداء الرأي، تمام. متفقنا طبعا، لو احنا اكتشفنا الماتيريال وبرفيزيف هنديله ايه؟ ادفيرس اوبينيون، تمام. تعال افكرك تاني كده بالانكواليفايد اوبينيون او الانموديفايد، اتفقنا ان هو بالعربي اسمه تقرير غير متحفظ، ما عنديش تعليقات، ما عنديش تحفظات على الفاينانشال ستيتمنت، ده بسميه كلين اوديت ريبورت، السي بي اي ما عندوش اي كومنت على الفاينانشال ستيتمنت. طيب ايه بقى الريكويرمنت عشان ادي الانكواليفايد اوبينيون دوت؟ اول حاجه all statement are included in financial statement، الاربعه financial statement balance sheet income statement change in stockholders equity و cash flow موجودين في financial statement، موجودين في annual report بتاع الشركه، تمام. بعد كده sufficient appropriate evidence has been accumulated، جمعت كل ال evidence اللي انا كنت عايز اجمعها وما حصلش اي مشكله، زي ما قلت لك كده عندي مثلا فرع للشركه ما عرفتش ازوره، هنا لا ما حصلش اي مشكله، ما فيش اي عائق قابلني في auditing process، ماشي. وطبعا الاوديت بيرفورمد ان اكوردنس ويز الاوديتنج ستاندرد، تمام. وان الفاينانشال انفورميشن الموجوده عند عملتها بناء على الايفرس اهو الكريتيريا بتاعتي، تمام. وفاينانشال انفورميشن نفس الكلام برضو عملتها بناء على الايفرس، تمام. كده بقى الفاينانشال بريزنتد باي ذا فاينانشال انفورميشن از اولويز كونسيستنت ويز اكسترنال اوديتور نوليدج اوف ذا بزنس اوف ذا انتيتي. يعني ايه؟ دي زي ايه؟ يعني طبعا الفاينانشال ستيتمنت مثلا بتاعت شركه جهينه انا كاوديتور لما اروح اراجعها، طبعا شركه جهينه مثلا ايه بتعمل لبن وعصاير والحاجات ديت، فطبيعي مثلا الاقي في الفاينانشال ستيتمنت بتاعتها او البالانس شيت بتاعتها بند اسمه كان مش فاكر اسمه التسمين او حاجه كده، اللي هو معناه يعني البقر اللي بياخدوا منها لبن ديت، تمام. موجوده في البالانس شيت كاصل اصول اسيتس، صح. فانا طبيعي لازم اكون عارف ايه، يعني ايه البيزنس الشركه اللي انا بعملها اوديتنج ديت، ايه البيزنس بتاعها اصلا. فانا طبيعي مثلا على الشركه من ضمن نشاطاتها انها بتعمل لبن، فالاقي البند دوت في البالانس شيت، تمام. طيب تالت سادس حاجه بقى عندنا adequate disclosure of all material matter relevant to the representation of the financial information،
يعني ايه، انا طبعا عندي اديكو ديسكلوجر لكل الانفورميشن بتاعتي، مفيش مشكله. طيب دي كده كانت الريكويرمنت عشان ادي ان كواليفايد اوبينيون. بس بص بقى اخر واحده، بيقول لك there is no circumstances requiring the addition of explanatory paragraph or modification. ايه ده، وانا ممكن عندي يعني يظهر حاجه فاضيف explanatory paragraph او ممكن اعدل ان كواليفايد اوبينيون دوت؟ اه تمام. طيب في الحاله دي بقى كده احنا هنسمي الان كواليفايد اوبينيون دوت من غير explanatory paragraph او modification، هنسميه ستاندرد ان كواليفايد اوبينيون. ماشي، ستاندرد ثابته ماشيين عليه، ما ينفعش يتعدل. تمام، ما ينفعش يتعدل، لو عدلت حاجه مش هيبقى اسمه ستاندرد ان كواليفايد اوبينيون. تمام، طيب لو انا بقى عايز اضيف اكسبلانتري باراجراف هعمل ايه؟ زي ما قلت لك مثلا، ما كنت بتكلم عن الجوين كونسيرن، والله انا شايف الفاينانشال ستيتمنت صح ومظبوطه وكلها تمام مفيش مشكله، بس انا قلقان، انا عندي شك ان الشركه ديت هتعرف تكمل، فتقدر تكمل في نشاطها. انا شاكك ان الشركه ديت بالمنظر اللي انا شايفه ده، والخساره اللي عليها والديون اللي عليها والقروض اللي عليها، الشركه دي كبيره قوي سنه سنتين وخلاص تعملها تصفية. فانا عايز اضيف بقى ايه، عندي اكسبلانيتري باراجراف في الريبورت بتاعي يوضح المشكله دي. تمام، طالما ضفته انا كده ما بقتش ستاندرد ان كواليفايد اوبينيون، انا كده بقيت حاجه اسمها اكسبلانيتري باراجراف او نون ستاندرد ريبورت ووردنج. دي اسمها ايه بقى، تقرير المراجع النظيف او المتحفظ مع فقره تفسيريه او تعديل في الصياغه، اسمها يعني ترجمتها كده بالعربي. وانفاسيس اوف ماتر ديت انا بضيف سيكشن في الريبورت عندي اسمه انفاسيس اوف ماتر، معناه بالعربي فقره لفت الانتباه، انا عايز الفت انتباه اللي بيقرا عن موضوع معين كده انا شفته. طيب بص بقى الكلام بيقول لك ايه، الفاينانشال ستمنت بتاعتنا ميتنج الكريتيريا بتاعتها ايفرس او الجاب وفيردلي بريزنتد وعادي فيهاش مشكله، بت ذا اوديتور بليف ذات از امبورتنت الخ ريكوايرد تو بروفايد اديشنال انفورميشن، عنده اديشنال انفورميشن عايز يقولها. طيب تعال نشوف بقى ايه الاديشنال انفورميشن ديت. بص اول حاجه lack of consistent application of gap، يعني غيرت الستاندرد او principle اللي انا ماشي بيها في الاكاونتنج، زي مثلا غيرت من فايفو للايفو او شيفتنج ميثود اوف ديبريشيشن. بس خلي بالك انا غيرت، بس ما يعني ما اثرتش على حاجه، ما حصلش مشكله عندي كبيره، ما حصلش ايرور عندي، الفاينانشال ستيتمنت ككل ما زالت مظبوطه وما فيهاش مشكله. بس انا مطالب مني كاوديتور ان انا اضيف كده سيكشن اسمه emphasis of matter او فكره لفت الانتباه، والله الشركه بتاعتنا كانت ماشيه بالفايفو وبقت دلوقتي بقت ماشيه باللايف، بس كده ماشي. طيب دي كانت اول حاله. تاني حاله اوديتور اجري وذ ديبيتشر فروم بروميليجيتد اكاونتنج برينسيبل، بمعنى الشركه خرجت على المبدا المحاسبي احنا ماشيين بيه. تمام، بس في الحاله ديت بقى، طب ما انت هتقول ده كده ايرور، ده كده يعني في مبدا المفروض تمشي عليه ما بقتش ماشي عليه، في اكاونتنج برينسيبل المفروض تطبقه ما طبقتهوش. لا بس استنى اصبر، والله انا حصل عندي حاله في الشركه كان اجباري ان انا اعمل كده. تمام، فانا مطالب مني ان انا ايه، لما الاوديتور يجي لي هقول له والله احنا طلعنا عن البرنسبل دوت ما عرفناش نمشي بيه عشان حصل كذا 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 المشكله ديت. تمام، لازم بقى الاوديتور يقتنع بالمشكله ديت ويقول اه صحيح صح، كان لازم، ما كانش فيه حل غير كده، وعشان كده هديله ان كواليفايد اوبينيون عادي مفيش مشكله، بس هضيف له الاكسبلانيتري باراجراف في الكلام دوت. او يعني بص بيقول لك الديبيتشر فروم جاب اللي هو انحراف عن الجاب، بات از جاستيفايد باي مانجمنت اند اوديتور، لازم الاثنين يوافقوا على الانحراف دوت. بعد كده بقى عندي سبستنشال داوت اباوت الجوين كونسيرن، ده طبعا اتكلمنا عنه من شويه. تمام، انا عندي اه والله الجوين كونسيرن، عندي المانجمنت قال كل المشكله اللي عنده، اه تمام مفيش مشكله، قال ان الشركه بتخسر وقال كل حاجه. تمام، بس انا بقى كاوديتور زي ما قلت لك شايف ان بالمنظر دوت كده وكل الديون المتراكمه عليا وكل الخسائر اللي عندي، الشركه ديت بالكتير قوي سنه سنتين وخلاص هتعمل ليكويديشن، هتصفي هتقفل. وطبعا بقى عندي حاجه تاني emphasis of others matter، ديت انا عندي مش هقدر اتوقع بكل الحالات اللي هتظهر عندي، او انا مش هقدر اقول للاوديتور ايه كل الحالات اللي ممكن تظهر عندك. تمام، فلو ظهر عندك اي حاجه غير كده حط السكشن برضو emphasis of other matter وقول فيه الكلام دوت. طيب شفت كده، ادي واحد اتنين تلاتة أربعة، الأربع حالات ديت اللي كنت بضيف فيهم explanatory paragraph أو فقرة تفسيرية، وفي الحالة دي كان هيبقى اسمه unmodified opinion with explanatory paragraph. تمام، تقرير نظيف أو متحفظ مع إضافة فقرة تفسيرية. طيب إمتى بقى أدي non standard report wording؟ تمام، في الحالة دي بس، حالة واحدة بس، reporting involving other auditors shared opinion كذا كذا auditor، عملنا مع بعض auditor report، طالما في اوديتور
تاني شاركك في عملية المراجعة لازم تحط الموضوع دوت، لازم تكتب الموضوع دوت. بس خلي بالك في الحالة ديت مش هنضيف فقرة اسمها emphasis of matter، لا احنا هنقول والله ان احنا عملنا اوديتنج انا وكذا وكذا وكذا، تمام، مش عارف شركة حازم حسن ومش عارف شركة ايه تاني، احنا الاتنين مع بعض عملنا اوديتنج. هقول كده فين؟ في السكشن اللي هو الاوديتور ريسبونسابيلتي والسكشن اللي هو الاوديتور اوبينيون، لازم اقول كده في السكشنين دول. ماشي طيب. عندي بقى اذرس ماتر زي ايه؟ عندي حاجات ليها علاقه بالترانزاكشن، عندي سبسيكوينت ايفنت، وهوريك دلوقتي في الاوديت بتاع شركه جهينه الانفيسيس اوف ماتر دوت. بس تعالى بص هنا كده الاول، بص قال لك هنا عندنا ضاف سيكشن اسمه انفيسيس اوف ماتر، والموضوع بتاعه تشينج ان اكاونتنج برنسبل. يقول لك والله احنا بناء على النوت رقم 8 على الفاينانشال ستيتمنت، عشان الفاينانشال ستيتمنت طبعا بيبقى عليها نوتس كتير قوي، تمام، احنا نلفت انتباهك بس ان الشركه غيرت الميثود بتاعت الديبريشيشن بتاعتها. ماشي بس كده. بص تعال نشوف كده بقى مثال على الانفيسيس اوف ماتر دوت والسبسيكونت ايفنت دي بالذات في الاوديت ريبورت بتاع شركه جهينه، تمام. اتفقنا طبعا الاوديت الريبورت دوت بيبقى قبل الفاينانشال ستيتمنت، تمام. بس بص هنا هتلاقيه مختلف شويه، انترودكشن ومانجمنت ريسبونسبيلتي اوديتور ريسبونسبيلتي، بعد كده الاوبينيون في الاخر، تمام. ده ليه كده؟ عشان احنا اتفقنا ان الكونتنت بتاع الاوديت ريبورت اللي احنا خدناه ده كان بناء على الاي اس اي، تمام. اما هنا هو ماشي ايه بالايجيبشن ستاندرد ان اوديتنج، ماشي. بقى في اختلافات طبعا ايه، كل بلد بتحطها يعني. طيب بص هنا ضاف سيكشن اسمه انفيسيس اوف ماتر، بيقول لك ايه خلي بالك بس احنا عايزين نلفت انتباهك بس للنوت، النوتس رقم 36، عشان النوتس رقم 36 ديت اثرت على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتنا. طيب فين النوتس رقم 136 رقم 36 ديت كده؟ تعال نشوفها في الاخر خالص. هي اهي النوتس رقم 36، بيقول لك والله بص انا عندي في 2 ديسمبر صفوان ثابت مجلس رئيس مجلس اداره شركه جهينه اتقبض عليه او احل التحقيق بسبب حاجات شخصيه ملهاش علاقه بنشاط الشركه. اعمل زوم كده برضو اهو، صفوان ثابت اتقبض عليه بسبب حاجات يعني شخصيه بيرسونال بس ملهاش علاقه بنشاط الشركه، تمام. ويوم 8 ديسمبر عينه محمد عبد الله دوت بقى هو رئيس مجلس الاداره، وصفوان ثابت بقى ايه عضو مجلس اداره في الشركه عادي. وبعد كده بقى يجيب لك تفاصيل كتيره بقى عن الموضوع دوت. ماشي هنا اهو شفت ظهر انفيز اوف ماتر دوت، قال لك ايه خلي بالك من الموضوع دوت، هو ده بقى اللي كنا بنتكلم عنه. طيب دي كده كانت الحالات اللي انا ايه هدي فيها ان كواليفايد اوبينيون. طيب انا ممكن بقى ايه اعمل بيتشر فروم ان كواليفايد اوبينيون، ادي حاجه غير ان كواليفايد اوبينيون. امتى ادي حاجه غير ان كواليفايد اوبينيون؟ اول حاجه بنسميها سكوب ليميتيشن او تقييد نطاق عمليه المراجعه. في الحاله ديت الاوديتور ما بيعرفش يجمع ايفيدنس كفايه، وده بيبقى بسبب يعني مش تقصير منه، ده بيبقى بسبب تضييق عليه هو، ماشي. وخلي بالك ممكن يعمل سكوب ليميتيشن ويلاقي حل تاني او ما يلاقيش، تمام. بس في الحالتين هي يعني الشركه اللي عملت سكوب ليميتيشن عليه او ضيقت نطاق عمليه المراجعه بتاعته. زي مثال مثلا الاوديتور عايز يراجع الانفنتوري بتاع الشركه، تمام، ماشي، بس الشركه رافضه، الشركه مش عايزه تخليه يراجع الانفنتوري، عايز يعمل جرد فعل للمخزون بس الشركه مش راضيه، تمام. ده كده سكوب ليميتيشن. طيب في ايه تاني؟ unjustified and unaccepted job departure، ماشي. القوائم المالية بتاعتي أو الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي ما اتعملتش بناء على الجاب. طيب ده آخر حاجة، الأوديتور از نوت اندبندنت، أو اسمها ضعف استقلال المراجع، المراجع مش اندبندنت. طيب في الحالات ديت بقى هعمل إيه؟ الحالات ديت قدامي ثلاث حلول، يا إما هدي كواليفايد أوبينيون أو أدفيرس أوبينيون أو ديسكليمر أوف أوبينيون، طبعا بناء إيه على الماتيرياليتي ليفل، ماشي. وهيبقى مطالب مني لما أنا أكتب نوع كل نوع من دوت، مش أنا عندي سيكشن اسمه بيزس فور أوبينيون عندي في الاوديت ريبورت، صح؟ لما ادي كواليفايد اوبينيون هبقى ادي بيزس فور كواليفايد اوبينيون، لو ادفيرس هقول بيزس فور ادفيرس اوبينيون، لو ديسكريمر هقول بيزس فور ديسكريمر اوبينيون. ولازم اكتب في السيكشن دوت الديسكريبشن او التفاصيل اللي خلاني ادي كواليفايد او ادفيرس او ديسكريمر اوبينيون، ماشي. يعني السيكشن بتاع مثلا بيزس فور كواليفايد اوبينيون اقول فيه انا ليه اديت كواليفايد اوبينيون. طيب تعال نشوف بقى النوع التاني، نوع عندنا اللي هو كواليفايد اوبينيون. امتى ادي كواليفايد اوبينيون؟ في الاول دوت بس. دوت بيظهر ازاي؟ زي ما اتفقنا بيكتب كلمه اكسبت فور، يقول لك والله كل اول فاينانشال ستيتمنت ار بريزنتد فيرلي، تمام، مفيش مشكله، ومعمول بناء على الايفرس كمان، بس اكسبت فور خلي بالك عندي حاجه معينه. بص بقى ايه هي؟
اول حاجه اللي انا ما اعرفش اجمع appropriate evidence، ما اعرفش اجمع evidence كفايه، تمام؟ او يتعمل لي سكوب ليميتيشن، سكوب ليميتيشن ما اعرفش، زي ما اتفقنا كده ما اعرفش اعمل جرد للمخزون، او عندي debiture from الايفرس على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي مش معموله بناء على الايفرس، تمام؟ بس الحاجه ديت ماتيريال بس نوت بيرفيزيف. وعلى فكره هنا انا ممكن، بص هنا كده ممكن تعملي سكوب ليميتيشن عادي خالص، بس اشوف حلول تانية اعرف اتاكد من الموضوع اللي انا بعمل له اوديتنج، ماشي؟ طيب تعالى بص كده شكل الكواليفايد اوبينيون، ماشي؟ سيبك من الكلام ده كله، بص على الحاجات ديت. بيقول لك ان اور اوبينيون كل ماتيريال، لا بص، ان اور اوبينيون اكسبت فور ذا افكت اوف ذا ماتر ديسكرايبنج ذا بيسز فور كواليفايد اوبينيون سيكشن. بيقول لك ان احنا والله احنا شايفين ان كله مظبوط الا اللي احنا هنقوله في السكشن اللي هو خاص بالبيزس فور كواليفايد اوبينيون، ماشي؟ تانية كل فاينانشال ستيتمنت مظبوطه، بس والله احنا عندنا مشكله بسيطه بس في اللي احنا لسه هنقوله في البيزس فور كواليفايد اوبينيون. طيب تعال نشوف بقى كده هو قال ايه. قال لك عندي مشكله هنا بقى في الانفنتوري، ان هو مش عارف معمول في لور كوست والنت ريليزبل فاليو، مش عارف كلام شويه تفاصيل بقى عندي في الاكونتنج، وده بناء عليه بقى عندي ديبيتشر فروم الايفرس. طيب مفيش مشكله، ده كان الكواليفايد اوبينيون. طيب الادفيرس اوبينيون بقى، هنا بقى في الادفيرس اوبينيون انا عندي ماتيريال وماتيريال ديت بيرفيزيف، الاوديتور اكتشف ماتيريال وبرفيزف على الفاينانشال ستيتمنت عندي، تمام؟ اكتشف ان الفاينانشال ستيتمنت دو نوت بريزنت فيرلي. ثانيه ده اتعمل كده ليه؟ ده ثانيه، الاوديتور اكتشف الفاينانشال ستيتمنت ماتيريال في الفاينانشال ستيتمنت وبرفيزف. حتى بص بيقول لك احنا بندي الاوبينيون دوت لما الاكسترنال اوديتور يكتشف حاجه عندنا سو ماتيريال، سو ماتيريال، وان الفاينانشال ستيتمنت عندنا نوت اديكوت ديسكلوجر اور ذا مسليدنج اور انكمبليت ناتشر اون ذا فاينانشال ستيتمنت. يعني من الاخر كده الاوديتور مش بيدي الاوبينيون دوت غير انه يكون عنده نوليدج ومتاكد 100% ان بعد طبعا ما عمل اديكوت انفستيجيشن ان الفاينانشال ستيتمنت ديت عندها ابسنس اوف كونفورميتي، او مش متطابقه مع الكريتيريا بتاعتنا سواء الايفرس او الجاب. يعني من الاخر كده الادفيرس اوبينيون دوت مدي لما يكون عندي سو ماتيريال وبرفيزيف ايرورز عندي في الفاينانشال ستيتمنت، ماشي؟ وده طبعا بيبقى شكله، بص هنا هو بيقول لك الفاينانشال ستيتمنت دو نوت بريزنت فيرلي، والسبب بقى بيزس فور ادفيرس اوبينيون ان هو مش عارف عنده الفير فاليو بتاعت الاسيتس ما عملهاش صح يعني، ماشي. اخر نوع بقى عندنا الديسكليمر اوبينيون. ديسكليمر اوبينيون دوت اتفقنا ان هو اسمه بالعربي التقرير الخالي من الرأي، ماشي؟ اللي انا الاوديتور فيه مش بيقول رأيه اهو. اكسترنال اوديتور ما بيقولش رأي فاينانشال ستيتمنت، وده بيبقى بسبب ان هو انيبل تو ساتيسفاي هيم سيلف، مش قادر يتأكد بنفسه ان الفاينانشال ستيتمنت بريزنت فيرلي اكوردنس وذ الايفرس ولا لأ، ماشي؟ وده بيبقى بسبب ايه؟ بسبب حاجتين. اول حاجه يا اما عندي سكوب ليميتيشن، والسكوب ليميتيشن دوت سو ماتيريال وبرفيزيف، ماشي؟ وتاني حاجه مش قادر اجمع sufficient and appropriate audit evidence. وزود التالتة عليهم برضو لسه هنقولها دلوقتي، ان انا عندي lack of independence. طيب الديسكليمر اوبينيون دوت برضو لازم اديه في الحالات اللي هي سكوب ليميتيشن، واتفقنا سكوب ليميتيشن وسو ماتيريال، تمام؟ وفي حالات ان انا عندي نون اندبندنت بناء على الكود اوف بروفيشنال كوندكت بتاعي. في الحالتين ديت ما ينفعش اقول الراي بتاعي، زي مثلا فاكر مثلا انا قلت لك بتاعت الشركه ما خلتنيش اعمل اوديت على الانفنتوري بتاعي، او ما خلتنيش اعمل جرد للمخزون، ماشي؟ طيب افترض بقى نفس الشركه ديت، بس لا مش نفس الشركه يعني، بس حاله تانية يعني، شركه برضو اتعينت اوديتور فيها، بس كانت طبعا معروف ان انا بعمل جرد للمخزون بيبقى اخر يوم في السنه يوم 31 ديسمبر دوت اليوم اللي انا بعمل فيه جرد للمخزون، تمام؟ انا بقى كاوديتور الشركه عينتني قالت لي انت تعمل لي اوديتنج، كان بعدها باسبوعين مثلا، كانت يوم 15 واحد ولا حاجه، كان خلاص يعني مش هينفع اعمل جرد للمخزون خلاص، تمام؟ يعني في الحاله ديت هي حاجه ايه يعني مش بايدي، فانا عندي ديسكليمر اوبينيون والله انا مش عارف اقول رايي بالنسبه للموضوع ده، تمام؟ وبرضه الاوديتور عنده الاوبشن ان هو يقول ديسكليمر اوبينيون عن الجوين كونسيرن بروبلم برضه لو مش قادر يجمع سفيشنت ايفيدنس عن الموضوع ده. وطبعا لو الاوديتور ادى ديسكليمر اوبينيون لازم يقول كل الاسباب اللي خلته يقول ديسكليمر اوبينيون، ماشي؟ وده بيبقى شكله، بيقول لك اهو احنا مش هنقول راينا عن الفاينانشال ستيتمنت، مش عارفين نقول راينا عن الفاينانشال ستيتمنت بيزس فور ديسكليمر اوبينيون. الاسباب بقى ده اللي انا لسه قايله لك اهوت، الشركه عينتنا بعد يوم 31 ديسمبر، فاحنا ما عرفناش نعمل جرد للمخزون، تمام؟
يلا بقى خش في السمري، احنا كده يعتبر خلصنا، بس بقى في شوية تفاصيل جاية دلوقتي بقى خلي بالك منها قوي. بص، اول حاجة انا اكتشفت ايرور عندي في الفاينانشال ستيتمنت، تمام؟ والايرور دوت ام ماتيريال، الايرور دوت ايه؟ ام ماتيريال، ماشي؟ في الحالة ديت هدي ايه؟ هدي ستاندرد ان كواليفايد اوبينيون. ده اتفقنا زي السبيلنج ايرور، عندي سبيلنج ايرور في الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي مش هيفرق معايا في حاجه. طيب عندي ايرور والايرور دوت ماتيريال، ماتيريال بات نوت بيرفيزيف، مش مؤثر والله على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي. طيب في الحاله دي هدي ايه؟ هدي كواليفايد اوبينيون، مفيش مشكله. طيب عندي ايرور بس والله الايرور دوت بقى ايه؟ ماتيريال وبيرفيزيف على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي، فهدي ادفيرس اوبينيون. طيب نفس الكلام برضو هيتطبق ايه على سكوب ليميتيشن، عندي سكوب ليميتيشن بس ده ام ماتيريال ملوش لازمه، فعشان كده هديله ان كواليفايد. طيب عندي سكوب ليميتيشن ماتيريال بس نوت بيرفيزيف، نوت بيرفيزيف مش مؤثر على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي، تمام؟ بس هديله ايه؟ كواليفايد. قول له والله الفاينانشال ستيتمنت مظبوطه وكل حاجه اكسبت فور ما عدا، تمام؟ طيب سكوب ليميتيشن دوت ماتيريال وبيرفيزيف الاثنين هديله ديسكليمر او ادفيرس اوبينيون، تمام؟ لا سوري، هديله ديسكريمر اوبينيون بس، سوري تاني، سكوب ليميتيشن لو ماتيريال وبرفيزيف هديله ديسكريمر اوبينيون، زي الحاله اللي انا قلتها لك بتاعه المخزون، الشركه عينتني بعد يوم 31 فانا مش هعرف اعمل جرد للمخزون، فمش هينفع اقول راي عن المخزون مثلا، ماشي؟ اتفقنا سكوب ليميتيشن وماتيريال وبرفيزيف يبقى هديله ديسكريمر اوبينيون، ماشي؟ طيب امتى بقى اعمل ان موديفايد اوبينيون، ماشي؟ وهضيف اكسبلاناتوري باراجراف او نون ستاندرد ووردنج، تمام؟ طبعا هنا بقول ملخص، انا مش بشرح، احنا عرفنا يعني ايه اكسبلاناتوري باراجراف، يعني ايه نون ستاندرد ووردنج، ماشي؟ لو الاكونتنج برنسبل بتاعي نوت ابلايد، ماشي؟ بس دوت ام ماتيريال هدي ان موديفايد اوبينيون. طب لو موديفاي، لو ماتيريال هضيف اكسبلاناتوري باراجراف، عندي انحراف عن الجاب بس دوت ام ماتيريال مفيش مشكله، ستاندرد ان موديفايد اوبينيون. طيب ماتيريال هضيف اكسبلاناتوري باراجراف، نفس الكلام في جوين كونسيرن ونفس الكلام في الامفاسيس اوف اذر ماتر، وخدنا مثال عليها بتاع شركه جهينه، تمام؟ طيب بص بقى الحاله ديت، لو في حد اشترك معايا في عمليه المراجعه، في اوديتور تاني اشترك معايا، تمام؟ هضيف الكلام دوت، هضيفه عندي في الاوديتور ريبورت او ان موديفايد اوبينيون ويز ريفيزد ووردنج ان اذر ريبورت باراجرافز. طيب ايه الحالات بقى اللي تخلينا ما اديش ان موديفايد اوبينيون؟ الثلاث حالات دولت، عندي سكوب ليميتيشن وعندي انحراف عن الجاب، الفاينانشال ستيتمنت مش معموله بناء على الجاب، والاديتور مش اندبندنت. طيب تاني سكوب ليميتيشن دوت، سكوب ليميتيشن لو ام ماتيريال عادي مفيش مشكله، ان موديفايد اوبينيون مش مأثر عليها في حاجه. طيب لو ماتيريال بات نوت بيرفيزيف، ماتيريال بات نوت بيرفيزيف هعمل ايه؟ هدي كواليفايد اوبينيون، والله الفاينانشال ستيتمنت مظبوطه وكل حاجه اكسبت فور ما عدا. طيب لو سو ماتيريال، سو ماتيريال بيرفيزيف هدي ديسكليمر اوبينيون، نفس الكلام اللي لسه قايله من شويه، مش هقدر احدد رايي والله. طيب لو انا عندي بقى انحراف عن الجاب، فاينانشال ستيتمنت، ستيتمنت مش معموله بناء على الجاب بس دوت ام ماتيريال، هدي ان موديفايد اوبينيون مفيش مشكله. طيب لو ماتيريال بات نوت بيرفيزيف مش مؤثر على فاينانشال ستيتمنت، هدي كواليفايد. طيب لو ماتيريال وبيرفيزيف هدي ادفيرس اوبينيون، لا انت كده بقى مش ماشي بناء على الجاب، انا كده عندي تلاعب، عندي غش، عندي مشكله في الفاينانشال ستيتمنت. طيب لو الاديتور مش اندبندنت هدي ديسكريمر اوبينيون على طول، وماليش دعوه بالماتيرياليتي ليفل. طيب حاجه كمان، بص ديت برضو ايه، هتلخص معاك الدنيا شويه، انا عندي جاب ديبيتشر، عندي انحراف عن الجاب، هل دوت، اسال نفسك في الاول بس عندي انحراف ولا لا؟ لا نو خلاص هدي ان موديفايد اوبينيون. طيب عندي انحراف عن الجاب، هل هو بيرفيزيف، بيرفيزيف ولا لا؟ لا مش بيرفيزيف، خلاص ادي كواليفايد اوبينيون. طيب لو بيرفيزيف ادي ادفيرس اوبينيون. تاني دلوقتي عندي ديبيتشر عن الجاب، عندي انحراف عن الجاب، ماشي، هل هو بيرفيزيف ولا لا؟ لو مش بيرفيزيف هدي كواليفايد، لو بيرفيزيف هدي ادفيرس اوبينيون. بيرفيزيف والله اللي عندي مأثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها، مخلى الفاينانشال ستيتمنت دو نوت بريزنت فيرلي، في الحاله دي هدي ادفيرس. طيب الفاينانشال ستيتمنت والله ما اثرش عليها كلها مفيش مشكله، ويا دوبك اثر بس على حاجه صغيره، اما الفاينانشال ستيتمنت ككل ما زالت مظبوطه، هدي كواليفايد اوبينيون. طيب السكوب ليميتيشن، بص اسال عن، اسال نفسك هل عندي سكوب ليميتيشن ولا لا؟ لا خلاص هدي ان موديفايد اوبينيون مفيش مشكله. طيب عندي سكوب ليميتيشن، هل عندي الترناتيف بروسيجر افيلبل، هل اقدر اتصرف
واعرف اجيب ايفيدنس عن الموضوع دوت ولا لا. اه هعرف خلاص، هبدأ المودفايد اوبينيون، اتأكدت خلاص ان الحاجة ديت تمام. طيب ما عنديش مصدر تاني اقدر اتأكد منه، خلاص اسأل نفسي بقى، هل السكوب ليميتيشن دوت بيرفيزف ولا لا؟ هل والله السكوب ليميتيشن دوت مأثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها؟ لا مش مأثر على الفاينانشال ستيتمنت كلها. طيب هتعمل ايه؟ هدي كواليفايد اوبينيون. طيب اه مأثر، هدي ديسكليمر اوف اوبينيون. لا ما ينفعش بقى هقول رأيي في حاجة حساسة زي دي. ودي كانت آخر حاجة عندنا في الشابتر، وهنا أنا ما رضيتش أحط أسئلة تراي يور سيلف، لأن الجزئية دي بالذات محتاجة برضو أنت تقراها تاني، ولازم تأكد عليها كويس قبل ما تحل أي أسئلة، تمام؟ والأسئلة اللي هبقى أنزلها بعد كده على الأوديت ريبورت ديت من أهم الأسئلة اللي عندنا، لان اللعب كله في الاوديت ريبورت دوت. ممكن يجيب لك ايه اسئله ام سي كيو عليه، يجيب لك ريبورت وماشي، ويحط لك الاربع اختيارات بقى، حدد لي دوت ايه الاوبينيون بتاعه، وهيكون طبعا الباقي مش جايب لك بالسهوله كده، يقول لك فاينانشال ستيتمنت بريزنت فير يقول لي الاوبينيون دوت، لا هيقعد طبعا بقى يحلو علينا، مش هيجيبها مباشره كده. فعشان كده ايه بقول نخلي بالنا قوي من الشابتر دوت، ولو حد احتاج اي حاجه يكلمني في اي وقت. بس كده، شكرا.